السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على كيفيه تحويل ملف بي دي اف لوورد. اذا كنمشي مباشره لجوجل وتنكتب اي دو بي دي اف. الو اي دو بي دي اف فوالا اونتري. دونك هنا عندي لو شوا باش نكليكي على هذا لو تيتر او تي بي دي اف اون لين غراتوي اي دو بي دي اف. دونك في هذه الحاله غادي تفتحي واحد الفناتر دونك نوريها لكم. فوالا دونك هنا تيعطيني مجموعه من العمليات: ديفيزي البي دي اف، ركادري البي دي اف، بي دي اف انوميريزي، سيندي البي دي اف، فيزيون البي دي اف. دونك بليزيور اكسيون اللي متعلقه بهذا الفيشي بي دي اف. دونك بالنسبه لهذا الفيديو فقط انا نتكلم كيفيه تحويل البي دي اف الوورد. دونك غادي نرجع ل فوالا و تنكليكي على هذا لو تيتر PDF en Word. Voilà. Donc là, je vais choisir le fichier en question. Donc le fichier Radin Houlo, le PDF, le Word. Voilà. C'est la fenêtre. Et je vais choisir le fichier. Par exemple, add le fichier, les classes, accords multiples, les nawa fichier PDF. Voilà. Donc à la conversion updates. Donc Ntsna. Donc là, je vais cliquer à la ARA PDF en Word. Puis, je vais télécharger le fichier. دونك هذا الفيشي هو تي تيليشارجا. دونك غادي نفتحو فوالا هو تفتح. دونك اكتيفي لا موديفيكاسيون هنا اي فوالا. دونك هذا الفيشي ولا وورد يمكن لي نغيرو. داكوغ بغيت ندير دي موديفيكاسيون فوالا. دونك يمكن لي نغير هذا الفيشي فوالا. كنسوبريمي باغ اكزومبل نسوبريمي هاد لا لين فوالا. دونك نرجع لو تكست، نرجع لو تكست في ليطا انيسيال ديالو. فوالا سي بون. شكرا والى اللقاء.